بلدنا الغالية مصر بتمر بمجموعة كبيرة جدا من التحديات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول كلمة قالها في المطار قال دي حرب ومش هتخلص ولسه قدامها كتير، شوية قد كده قصاد الشعب المصري كله. يا ترى هنكون إيد واحدة؟ يا ترى هنقدر نتغلب على هذه التحديات؟ عشان نتغلب عليها لازم نفهمها الأول، وعشان كده احنا خصصنا هذه الفقرة لمناقشة التحديات التي تمر بها مصر. ومعايا في الاستوديو ضيفي العزيز وصديقي الغالي ايضا الخبير الاستراتيجي دكتور احمد البيلي، منورنا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك. مصر بتمر بمجموعة كبيرة جدا من التحديات، واكيد انت ليك عين غير عنا احنا الاعلاميين وغير عين المواطن العادي ترصد هذه التحديات. خلينا نفندها كده مع حضرتك واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نقول اللهم لا تحرمنا نعمة مصر أم الدنيا وسيرة الأوطان. أمين يا رب. الوطن ده نعمة. إحنا ممكن نختلف على أي شيء يا أستاذ محمد، ممكن نختلف على نص في الدستور، على فقرة في القانون، على بيت شعر، على وزير، على حتى على رئيس، ولكن ما ينفعش إن إحنا نختلف على وطن. طبعا. مصر دي وطن بيعيش في دمنا، وليس كما قال مرشدهم وما الوطن إلا حفنة من تراب نجس أو تراب عفن. صحيح. التراب ده اللي هنتدفن فيه، التراب ده اللي هيحن علينا. انا بس بقول لشبابنا اعرفوا ايه هي مصر، اعرف ان مصر دي اتولد فيها نبي سيدنا ادريس، اعرف ان مصر دي حكمها نبي سيدنا يوسف، اعرف ان مصر دي تزوج منها سيدنا ابراهيم ستنا هاجر، وربنا سن لها تشريع في الحج كرامه لمصر. اعرف ان مصر دي سيدنا موسى نجا ربه من أرضها وقال له اخلع عن عليك إنك بالواد المقدس، قدسية أرض مصر. اعرف أن مصر دي احتوت سيدنا عيسى في المهد في الرحلة المقدسة. طبعا. اعرف أن مصر دي سيدنا محمد أوصى بها وقال إن خير أجناد الأرض، وقال إن أهلها في رباط إلى يوم الدين، وتزوج منها ليكون لنا ضلع في بيت النبوة. صحيح. لو عرفنا قيمة بلدنا مش هنمشي ورا عيال، لو عرفنا قيمة بلدنا هنبص ترابها. المفترض الأول احنا نعرف قيمة بلدنا. المشكلة كبيرة جدا هي ان الإعلام النهاردة بيشككك في كل حاجة، بقت فضحيات مش إعلام. المفترض ان انا زي ما بلقي الضوء على السلبية ألقي الضوء على الإيجابيات، لازم أكون على الحياد. ولكن للأسف النهاردة احنا بنمشي وراء الكلام اللي بيجيب مشاهدات، والناس بتشوف الحاجات الغريبة عشان تشاهد. لكن يا ريت ان احنا نبين انجازاتنا، يا ريت ان احنا نبين احنا بنشتغل ازاي وبنعمل ايه. الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثوره 30 يونيو استلم البلد شبه دوله، وده لم يخفي على احد، لا كان في انبوبه بوتاجاز ولا كان في بنزين ولا كان في كهرباء ولا كان في اي حاجه في اي حاجه، ولا كان في امن، ولا شبه دوله، واحتياط نقدي ضعيف جدا. كنا خلاص على شفا حفره من الافلاس يعني، لأن في خلال يعني فترة زمنية ما لا تتعدى 5-6 سنين أصبحنا اقتصاد 46 مليار. النهاردة معلش الدولار بينزل يوميا. صحيح. جاحد الدولار أبو 21 وصل 16 و30. اللي كانوا بيراهنوا على أنه هيبقى بخمسين جنيه. اللي كانوا بيراهنوا على أنه هيبقى بخمسين جنيه. صحيح. كان بيراهنوا على أنه هيبقى بخمسين، أهل الشر زي ما الرئيس بيقول كانوا بيراهنوا على أنه هيبقى بخمسين جنيه. كل يوم بينزل من 3-4 ساغ وبينزل وما زال هينزل، لان انت متوقع يوصل 15.5 كمان في الفتره في الفتره اللي احنا فيها دي. طيب احنا ليه ما بنعرفش المواطن المصري الراجل اللي هو بيطلع لشغله وبيرجع ما بيشوفش حاجه غير بالليل نص ساعه تلفزيون، ليه ما بنعرفوش البلد حصل فيها ايه؟ ليه ما بنعرفوش الانجازات؟ هو ممكن يكون مش واخد باله شويه، ممكن او احنا عندنا يعني الذاكره دايما بننسى، يعني بننسى ان ما كانش عندنا كهرباء وكنا نستنى اما الكهرباء تيجي عشان نطلع شققنا، او نستنى وكل واحد راح جاب له مطور والكلام ده، نسينا الحاجات بلنسة. دي كلها. لا انا عايز اقول حاجه بدون قطع كلام حضرتك، لو كل واحد فينا بص على باب شقته وباب العماره هيلاقي باب حديد، يسال نفسه سؤال انا امتى ركبت الباب الحديد ده وركبته ليه؟ فاكرين؟ هو في مثل بسيط يا استاذ محمد كده، حكايه بسيطه عشان ايه؟ انا دايما بحب اخاطب اعمامي واولادنا اللي هم ايه؟ اللي لسه ما عندهمش الدرايه باللي حصل. او يعني اللي ما بيشوفوش الاعلام كويس، الاعلام النقي، الاعلام المحترم. احنا بالظبط مثل بسيط كده فلاحي زي ما بنقول، كان عندنا اخين عندهم بيت، البيت ده دورين. مركبين فيه الكهرباء ومركبين فيه المية وكل حاجة على السنوة دورين. كل واحد فيهم تزوج وخلف وجاب أولاد
اولاده عايزين يتجوزوا، فكل واحد قال لابنه ابني شقه. فجاه البيت اللي هو اساسه معمول على دورين بقى 7-8 ادوار، وحنفيه الميه اللي داخله للبيت الدورين المفروض تروي 7-8 ادوار، والصرف كذلك. هي دي صوره مصر بعد ثوره 30 يوليو. بيت متهالك معمول اصلا على دورين، يعني ما فيش بنيه تحتيه، ما عندناش اي مقومات الدوله العصريه. طب انا النهارده دخل الدوله بيجي منين؟ دخل الدوله بيجي يا اما من قناه السويس، يا اما من السياحه، يا اما من تحويلات العاملين بالخارج. طيب تحويلات العاملين بالخارج كلنا نظره تماما ان جميع الدول العربيه اللي حوالينا انهارت ورجع عمالنا هنا، يبقى مفيش تحويلات. السياحه ضربوها وفضلت اللي هم شويه، يعني في ناس شويه شغالين في الخليج على اللي شغالين في اوروبا. العدد قل، في اعداد قلت كتير، العدد قل، كانت شايله كتير مصريين. 7 مليون مصري رجعوا عماله راجعه من الخارج. صحيح الكلام ده طبقا لتقرير وزاره العمل يعني. صح، وعلى فكره حصل تصفيه للمصريين كتير في الخليج، لان كل الخليج دلوقتي خلاص بقى بيشغل اهله، ما عادش يعني النهارده بقت كل الخطط بتاعتهم ان شغل ابن بلدي. بدون قطع كلام حضرتك برضو، انا اتذكر تماما ان فتره الثوره اعتبرونا في بعض دول الخليج دوله مصدره للثورات، وخصوصا بعد تولي السنه الفاصله اسمه ايه؟ ايوه السنه بعد ما تولى اسمه ايه؟ اللي انا مش عايز اقول اسمه. مصر يعني مصريين كتير رجعوا قالوا ان احنا دوله مصدره للثورات، لا مش عايزين مصريين، فنش فنش فنش، ناس كتير قوي 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 رجعت. انت بتتكلم صح. الحاجه الثالثه اللي هي الاولاني اصلا في ارادنا الدخل العام قناه السويس. انا اقول لحضرتك معلومه بسيطه كده يعني عرفتها خلال دراستي في اكاديميه ناصر، ان الناقلات السفن اللي بتعدي قناه السويس بيتحدد قيمه النقديه لعبورها طبقا لوزنها، فبالتالي اكتر سفن بتدفع مقابل مادي هي حاملات البترول. تخيل حضرتك كميه الغل ولا الحقد ان اكتر دوله بتصدر في الخليج قطر، السفن بتاعتها كلها تمشي طريق راس رجاء صلاح عشان مصر ما تاخدش عائد. شوف الحرب وصلت ليه، بيخسر عشان انت ما تكسبش، عادي براحته بيخسر عشان انت ما تكسبش. ومع ذلك عملنا قناه السويس التفريعه الجديده اللي طلعوا قال عليها تشط ومش تشط بتاع. النهارده انت وصلت ل 5.4 اللي هو اعلى من ما كنت شغال في 2010، وما فيجيلكش النفط بتاع قطر، ما بيعديش من عندك، فانت كده حققت مجال غير عادي. نمره 2، انا النهارده عايز اجلب استثمارات. طيب عشان اجلب استثمارات اعمل ايه؟ لازم يكون عندك بنيه تحتيه. انت النهارده مستثمر هتيجي تعمل عندي مصنع وانت ما عندكش لا طريق ولا كهرباء ولا مواني؟ انا بتكلم بهدوء او بقول الكلام ده ليه؟ عشان انا عايز المواطن المصري يفهم احنا ليه بنعمل الطرق، عشان ما فيش واحد يضحك عليه ويطلع له ايه هو الطرق دي هتاكلك. الطرق دي اللي هتاكلني، بس افهم الاول، لان انت قبل ما بتصلي لازم تتوضى. للاسف الاعلام ما قدرش يوصل للرساله اللي حضرتك بتتكلم فيها. انا بقى عايزين نتكلم بهدوء قوي. الاعلام صور الشارع وصور الطريق وسابنا. ربنا مش هيقبل صلاتك، الناس هي اللي ربنا مش هيقبل صلاتك الا وانت متوضي. صح. فانت النهارده عشان تجيب دخل للدوله اللي كل مصادر دخلها تكاتفوا عليها وتكاتلوا عليها عشان تعلن افلاسها وتبقى مصر انتهت، لازم اجيب استثمارات من الخارج. عشان اجيب استثمارات لازم اتوضى. الوضوء بتاع الاستثمار ايه؟ بنيه تحتيه. ان انا بنيه تحتيه يبقى عندي كهرباء اللي احنا استلمنا الدوله ما فيش فيها كهرباء، ويبقى عندي طرق، ويبقى عندي مواني. عشان انت كمستثمر اجنبي جاي تعمل مصنع في مصر انت استفاد ايه غير الايدي العامله؟ فانت عايز المقاومات. فكان لابد الاول من حل مشكله الكهرباء. احنا عملنا طفره في الكهرباء، لو يعني ما اعرفش الناس دي بتنسى ولا ايه بالظبط الوضع. انت النهارده بتصدر كهرباء، يقول لك طب ما الكهرباء غلت، دي اسعار عالميه، ما انا ما ينفعش ادي لك وانت تسرق كهرباء وادي لك وانت منور النور كله في الشارع. احنا الدوله الوحيده يمكن في المنطقه ال 24 ساعه منور النور. الكلام ده ما بيحصلش، الدول العالم كلها بتقفل الساعه 12 بالليل ما عدا مصر. احنا عند للاسف احنا ما عندناش تقنين في استهلاك اي حاجه، ومع ذلك عدينا مشكله الكهرباء. بدانا نعمل الطرق. الطرق اللي اتعملت في مصر قد اللي اتعملت في مصر طول عمرها مره ونص. واللي ما يشوفش الكلام ده جاحد او حاقد ملهاش حل. يعني النهارده عشان تروح الاقصر واسوان في 6 ساعات ما حصلتش، عشان تروح النهارده محور 30 يونيو توصل لداخل الدلتا من القاهره في 1.5 ساعة ما حصلتش. انا كنت في بني سويف من اسبوع وجيت من بني سويف للاسماعيليه 70 كيلو الطريق الاقليمي الاوسط، يعني انجاز. الكلام ده حرام ما يتنقلش للمواطن. انا النهارده اما اعمل لك طرق انا بوفر لك قيمه نقل. انت النهارده لو مزارع في بني سويف وبعت الخضار بتاعك في سوق العبور، لو كان بيتكلف 100 جنيه هيكلف 50، لان المسافه قلت.
النهارده انا كمستثمر اما اجي الاقي ان انا عندي بنيه تحتيه محترمه، انا هاجي استثمر في مصر، لان انا خلاص بقى في عندي الامن والامان، مش خايف على بضاعتي ولا خايف على حاجتي، في استقرار في العمله، في استقرار في الدوله، في موارد، عندي كهرباء وعندي مازوت وعندي عماله كويسه وعندي ارض، خلاص انا كده بعملت كل حاجه. ليه الكلام ده ما بيتنقلش؟ لا يتنقل، يقول لك ايه، طب ما بدل ما يمسكوا على كلمه الرئيس، انا بنيت قصر وببني قصور. صح، صح جدا. تعال بقى ناخدها كده بشويش قوي، كلنا قرويين وكلنا فلاحين، هو الايراد جنب بيت العمده زي الايراد جنب المقابر؟ الاغلى ايه؟ العاصمه الاداريه دي اول ما جت تتعمل اتعمل فندق الماسة في الاول خالص، واغلى قاعه في مصر كلها، عشان يجيب الناس اللي هي اللي بتعمل افراح غاليه، تروح هناك يقوم تشوف الانجاز يقوم تشتري. ده نوع من انواع التسويق. ونعمل بعد كده الجامع مسجد الفتاح العليم، 40 ل 50,000 مصلي يوم الجمعه من العماله اللي بتشتغل هناك. ليه الاعلام ما يقولش ان احنا عندنا مش اقل من 40 50,000 يوم الجمعه الاجازه عماله قاعده في العاصمه الاداريه؟ دي مش فاتحه بيوت ولا مش فاتحه بيوت؟ ايوه، يقول لك العاصمه الاداريه دي بتتبني. انا هستفيد منها ايه؟ دي بتتبني للناس البشوات، ومش انا ما طلبتش منك تروح تسكن فيها. والناس البشوات هيخدموا نفسهم فيها؟ لا، وانا ما طلبتش منك تروح تسكن فيها، انت ساكن في بيتك، لكن انا بعمل حاجه اسمها العائد، التفكير خارج الصندوق. يعني ايه التفكير خارج الصندوق؟ النهارده المدن الجديده دي بتدر على الدوله ثلاث امثال الربح في اي مشروع. يعني النهارده لو المدينه، لو العاصمه الاداريه بتتكلف على الدوله 100 مليار هتجيب 300 مليار. وعلى فكره العاصمه الاداريه ما كلفتش الدوله حاجه، وهي دي فلوس كلها مستثمرين. كلها فلوس مستثمرين. بالظبط. هيجي واحد يقول لك طب فلوس مستثمرين وهيعود، هنشغل كم واحد؟ نرجع بقى لحته القصر دي، عشان هيشتغل. ايه؟ الناس اللي في الشارع قاعده تتكلم، ازاي الرئيس يقول الكلام ده؟ وازاي نهدى عشان نفهم. انا النهارده اما اعمل قصر جمهوري ابيع جنب منه حي السفارات المتر ب 400 دولار؟ مصر بايعه الاسبوع اللي فات ل 85 دوله تقدمهم، اول يوم 60 وثاني يوم ثالث يوم وصلوا 85 ب 130 مليار جنيه ارض للسفارات. كانت السفاره هتروح تشتري في الجبل ولا نعرف ان فين القصر الجمهوري؟ مصر باعت ب 130 مليار جنيه ارض للسفارات، 85 دوله شاريه حوالين القصر، حوالين الحي السفارات جنب القصر. ما هو لو ما فيش القصر الجمهوري وتعرف ان فينا قصر قاده البلد، القصر ده القصر ده مش بتاعي ولا بتاع، مش بتاع حد، بتاع مصر طبعا. القصر ده القصر الجمهوري اللي بيحكم مصر ايا كان بقى مين الرئيس. فالنهارده انا بشتري جنبه، عشان كده انا بقول لك الايراد جنب بيت العمده بيختلف تماما سعره عن اي حته تانية في القريه. انا النهارده عملت كيان اقدر اجيب منه فلوس، المتر ب 400 دولار اللي كان بيتباع قريب قوي بجنيه. صح، في نفس المنطقة. ليه بقى ما بنقولش الكلام ده؟ ليه ما بنقولش ان الفكر السليم خلانا عملنا حاجات تجذب المستثمر وتجذب المواطن المصري ان يدفع، واخد الفلوس دي ابني بها الاسمرات؟ ليه ما قلناش ان احنا بنينا الاسمرات قبل القصر؟ ليه نسينا ان احنا خدنا اهالينا اللي في الدويقة وعملنا لهم سكن بكامل مرافق بكامل فرش؟ عايز اقف هنا يا احمد بيه، وعايز اسال حضرتك سؤال. هل تعتقد حضرتك ان اعلاميين مصر دول يعني ناس مثلا مش وطنيين وقاصدين ان هم يخبوا الحقيقه، ولا احنا فعلا عندنا مشكله في الاعلام؟ يعني عندنا في حاجه مشكله في الاعلام، هو في مشكله حضرتك في مش لازم تبقى عن قصد، ممكن تبقى عن جهاله او مش عارف. هو حضرتك احنا الطبع عندنا ان خلف تعرف، فهو كل واحد بيطلع يخالف يبقى الناس بتاخد بالها منه. المشكله ان الاستعمار في اول في اوائل القرن زرع جوانا ان دايما تخرب في البلد، دايما يعني ناقم دايما على البلد، دي زرعوها فينا. طيب ما في ناس بحس ان هم مع الدوله قوي لكن برضه فاقدين مصداقيتهم مع ما الناس. هو هي هي إيه السبب؟ هي المشكله كلها رجعت ليه؟ لان المقاييس اختلفت. النهارده اللي بيقول تحيا مصر بيقول لك عليه بيطبل. دي بلدي، دي بلدي، ازاي طب اطبل لبلدي؟ ايه المشكله؟ دي بلدي، انا ما بطبلش لشخص، انا بطبل لكيان. طيب نقف هنا ونقول يمكن مش كل الناس عندها الوعي، يمكن احنا محتاجين نحط، يعني انا لسه كنت بتكلم في الانترو ما اعرفش حضرتك كنت بتتابعه ولا لا. متابع حضرتك. بقول ليه ما بنحطش معاناه المواطن يعني جنب الانجاز عشان نقول له احنا حاسين بيك؟ يعني صدقني احنا حاسين بيك والله. يعني انا عايز الاعلام يقول للمواطن انا حاسس بمعاناتك، اصبر معانا عشان هتكسب، اصبر معانا عشان نبني بلدنا. يعني في بعض الاعلاميين انا لا اشكك في وطنيتهم لكن يتحدثوا عن
الام المواطن عادي يعني، ما يعني ما الناس كلها بتعاني، ما الناس كلها بتتعب، ما احنا كل يوم عندنا حادثه، ما احنا كل يوم عندنا في ناس بتموت في جنبك في الهند وفي باكستان، يعني برضو ما ده بيستفز الناس. انا شايف يا فندم ان ده البنزين اللي بيستخدمه امثال محمد علي في ان هم يولعوا او يخلقوا حاله من الغضب. بس محمد يعني يفترض ان الاعلام برضو يوصل للناس ان انا معاك حاسك، بس احنا هنقرص على نفسنا شويه عشان في خير جاي. هو المشكله كلها في ان احنا النهارده الاعلام عندنا بقى كله سلعه تجاريه. ايوه انا بقول ايه أحسن. عشان اجيب اعلانات ايه؟ صح. للاسف صح. ما عادش البرنامج يعني ما فيش قناه انت بتقول مصر الزراعيه دي بتاعه الدوله وبتاعه الدوله. اه ما انا بقول لك دي بتاعه الدوله. هي دي للاسف ان النهارده الكل بيتفرج على اللي بيطلع يشتم، اللي بيطلع يقل في ادبه وبيجيب اعلانات، هو ده اللي هي اقصى اليمين واقصى الشمال. هي عمليه تجاريه بحته، لكن صح. النهارده ما فيش حد بيتقي ربنا في ان يعرض الدوله عملت ايه. صح محمد بيه، احنا الدوله الوحيده في العالم اللي عندها رغيف عيش بشيلين. صح. واحنا الدوله الوحيده في العالم اللي بتحط رغيف قدامها على السفره، وده الغلط. دي بقى ده اللي بنقول بقى احنا عايزين نغير سلوكنا. اي دوله في العالم هم قاعدين يتغنوا في تركيا، طب بيحطوا العيش قدامه في تركيا ازاي؟ العيش في تركيا اسمه اكمك، بيحطوه قطع لا تزيد عن 2 سم في 2 سم. اتعامل هنا كده، احنا بنرمي كل يوم عيش شيف بكام؟ اي واحد فينا، هي سلوكياتنا كده صح ولا انا ولا انا صح. بتكلم غلط؟ احنا الدوله الوحيده في العالم اللي بتدي بطاقه تموين دعم ما زالت لغايه النهارده. احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي فيها كوباية المية ببلاش. ده دعم لمين؟ للي عنده عربيتين. يعني اللي عنده عربيتين يستحق التموين ولغاية بس 2000 ما يكونش ولغاية مدلتهم ولغاية 2011. يعني حضرتك متخيل يعني واحد عنده عربيتين هيفضل ياخد التموين برضو لغاية 2011 لحد 2011. عندنا 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 بعض الاخطاء. على فكره انا كنت سامع تصريح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسه امبارح على تويتر بيقول انا اتفهم تماما غضب بعض الناس من ازاله اسمهم والموضوع بينظر فيه والشكاوى بيسموها ايه يعني الناس اللي هي عايزين بقى نرجع للشكاوى. الشكاوى دي هتتناقش يعني هيرجع فيها كل مشاكلنا اللي موجوده دلوقتي. يعني هو في 3 4 مشاكل في الشارع المواطن العادي بيتكلم فيها: المعاشات، تكافل وكرامه، بطاقه التموين. ناس اتشالت وناس دخلت وناس ما تستحقش. هل رئيس الجمهورية أو الوزير هو اللي بيعمل كده، ولا ده واحد زميلي وزميلك موظف طبعا قال لضميره؟ صح. يبقى احنا عندنا مشكلة ضمير. طبعا عندنا مشكلة ضمير. طبعا عندنا مشكلة ضمير طبعاً. ونحط تحتها 20 خط، ولازم نعرف ان احنا لو اتقينا ربنا وبقى عندنا ضمير كل مشاكلنا هتتحل. ما انت النهاردة بتعمل ورقتين عشان تدي لواحد قريبك تكافل وكرامة ولا يستحقه. انت كده سرقت من واحد غلبان، اديت لواحد لا يستحق. الغلبان بيدي عليك واللي يستحق ده يعتبر انت خدت عنده وزر. لازم نتقي ربنا ويبقى عندنا ضمير، ولازم نوضح الدوله بتعمل ايه عشان خاطر ايه. ما ينفعش احنا مشكلتنا في مصر اللي كلنا بنفتي، ودي مشكله كبيره جدا. لو في ماتش كره بيتذاع دلوقتي كل اللي قاعدين خبراء في كره القدم، وبعد الماتش خبراء في التحكيم، ولو في مشكله اقتصاديه كل الشعب المصري خبير اقتصادي. صحيح. هي ثوره يناير دي طلعتنا كلنا علماء وكلنا خبراء وكلنا، لكن للاسف هي كل حاجه بتتعمل بتوقيت وكل حاجه بتتعمل بنظام. صح. ده تخطيط. هو النهارده لما جينا نعمل الانفاق بتاعه سينا، المهندس هاني عازر راجل دولي في المجال ده، يعني ده اسألوا عن هاني عازر ده في ألمانيا، ده في ألمانيا يعني في ألمانيا يعني هيعملوا تمثال طبعا. النهارده لما يجي الدكتور طارق شوقي يحاول يحل مشكله التعليم، نيجي نقول ازاي ده راجل اليونسكو اهله ان هو يكون يعني اعظم واحد في يمكن في 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 في, في, في دكاتره الجامعه في العالم في تطوير التعليم. انت تيجي تقول لا ده ما ينفعش، وانت لا تصلح ان تكون مدرس اصلا. احنا مشكلتنا في التعليم في مصر ما عندناش مدرسين، مش الطلبه، احنا لازم نصلح المدرس الاول قبل الطالب. صح. دي مشكله كبيره، لازم نبين للناس الحقيقه، لازم نتقي ربنا ونبين للناس حقيقه اللي بيتعمل. النهارده انا هدي لحضرتك مثال بسيط جدا. انا من دمياط، طالع من دمياط الصبح جاي على القاهره، المسافه 220 كيلو. نعد مع بعضنا كده واتحدى اي حد يكذبني في كم المشروعات في ال 220 كيلو دول يمين وشمال. انا طالع من دمياط بيتعمل المصنع الثاني بتاع موبكو بتاع الاسمده اللي بيحول الغاز الطبيعي لاسمده ازوتيه، ده في المينا. تطلع من اول ما تطلع طريق دمياط هتلاقي مدينه الاساس، بعدها ما فيش 10 15 كيلو تطوير بحيره المنزله. انا بكلمك على اليمين لسه ما جتش على الشمال. على الشمال هتلاقي 3 4 قرى سياحيه بيتعملوا. هتقوليش دول للناس البشوات ما بيشتاق اللي بيبنيهم؟ إيه ابن وابنك اللي بيبني ده اللي بيبنيهم. اللي بيبنيهم طب واللي هيشتغل فيهم واللي طب واللي هينظفهم مثلا طب واللي هيوفر لهم دي مشاريع. طب المكواجي اللي هيشتغل هناك
طب بتاع المطعم اللي هيشتغل هناك، مش كل دول مصريين يا جماعه؟ كل دول هيقبضوا وكل دول هيشتغلوا. يعني برضو الاعلام اثر في الحته دي، ان انا ابين ازاي المواطن العادي هيستفيد من المشروعات الكبرى رغم انها لن تعود عليه بشكل مباشر. يعني انا مش هسكن في العاصمه الاداريه الجديده لكن هستفيد منها، انا مش هاخد انا في اسكندريه مش هركب كوبري تحيا مصر، لكن في عائد لازم الاعلام يوصل هذه الرساله. الاعلام ما وصلهاش، الاعلام بيصور بس، الله عندنا كوبري، اكبر كوبري في العالم، اعرض كوبري في العالم ونطلع الكاميرات. برضو المواطن المصري اتلعب في وعيه كتير في الفتره اللي فاتت، عايز يفهم بالراحه، وعايز يفهم بالراحه، عايز يفهم، وعايز بالراحة. حد يفهمه واحده واحده عشان نعرف. انا مش عايز افهمه عشان ارضي القيادات، انا عايز افهمه عشان هو يرضى، عشان يرضى عن نفسه ويرضى عن بلده. انا اهم حاجه عندي انه يرضى عن بلده عشان يحبها. اما الاقي حقل ظهر على 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 مسافه اكتر من 15 كيلو في دوله في البحر، صح، في كيان دوله اتعمل في البحر، لما تشوف الانجاز اتعمل في قد ايه ده، وبعدين تدخل يمين على محور 30 يوليو، حاجه عالميه طبعا، محور خمس حارات وحارتين نقل بيوفر المسافه. يعني انا المشوار ده كنا بناخده في خمس ساعات في ست ساعات، انا جايب ساعه ونص، صحيح، ساعتين الا ربع، صحيح، كنت في الدقي، تخش بعد كده على الصالحيه وتعدي على فقوس. ايه الربط اللي اتعمل ده كله؟ النهارده انت لو في الصالحيه ولا في التل الكبير وعايز تيجي القاهره بقى ما فيش ربع ساعه تلت ساعه، تخش على طريق الاسماعيليه مدينه بدر، مدينة الستة مليون الصناعية، وطبعا العاشر من رمضان وامتداد، ايه كم المصانع اللي بتبني دي؟ اللي ينكر الحاجات دي ده ما ينفعش تقال عليه غير جاحد. اصل انت ما ينفعش تبقى اعمى، انت ما ينفعش تبقى اعمى، ما تروح تشوف المصانع اللي بتتبنى دي قد ايه؟ الكم اللي بيتعمل ده قد ايه؟ بدون قطع كلامك، كنت ماشي يوم الجمعة وانا كنت حريص قوي على ان انا اتفرج على البلد يوم الجمعة دي واشوف ايه اللي هيحصل، اشوف وعي الشعب المصري عامل ايه. لقيت واحد من اخواننا اللي هم اللي ربنا يجازيهم كل خير ماشي ورايا وعايز يسمع مجموعه من الناس واقفه، ده بيدق ابيار في المدقات. انا نفسي افهم انت بتقول ايه، ده بيدق ابيار في المدقات ملهاش اي لازمه، المهم انه يقول اي كلمه تستفز. يعني ايه ابيار في المدقات؟ يعني انا عايز اقول ان في اي كلام يستثير الناس، بس في بقى حاجه الناس عايزه تولع، عايزه تولع. في حاجه تانية مهمه جدا لازم وعي المواطن المصري يعرفها، فين التطعيم؟ صح، لا كده اسمع مين، اسمع مين. النهارده كل اللي طلع في القنوات الفضائيه الخارجيه بيشتم مصر وبيتطاول على مصر كومبارس في مصر، صح، وانا اتحمل مسؤوليتي اللي انا بقوله، ما منهم كل ظلينا في مسبيل واحنا فاهمين ايا كان بقى الاسماء، هتقولي واحد فيهم ما كانش كومبارس في مصر، صح، ما عرفش يبقى نجم هنا بقى خاين هناك، ولا داعي لذكر اسماء لان هم ما يستحقوش ان اذكر اسمائهم، مش يعني انا اترفع عن ان اقول اسمائهم، لكن كلهم كومبارس، ما فيش واحد فيهم كان نجم شباك، عشان كده حاول ان هو يجيب الدولار، ما فهمش عمرو اديبي. فهل ينفع ان انا اقعد اسمعه؟ لا، انا ممكن اكون ممكن انا يعني معلش نزل الكومبارس الاخراني ده كم فيديو انا ما سمعتش ولا فيديو، لان انا اكبر من ان اسمعه، معلش هي قناعات، انا ما ينفعش اقعد اسمعه، ده مين ده عشان اسمعه؟ ده مين انا عشان اقعد اسمعه؟ وبيقول ايه؟ وفي يعني معلش برضو في حاجات غايبه عن ناس كتيره جدا، الجيش لما يتعامل معاه ده هو كل موضوعه ان اخوه كان بيتعامل مع الجيش، واخوه حد محترم وسمعته كويسه وتوفى في حادث وراجع من الفرافره، فهو اهله عملوا له توكيل يروح ياخد مستحقاته من الجيش، نصب على اهله وعلى الجيش وعلى الدنيا كلها ومشي. ليه ما حدش طلع قال الكلام ده؟ ليه ما حدش طلع قال الكلام ده؟ ليه قعدنا نطبل ونسقف؟ هو شعب مصر بسذاجة ان يطلع ورا كومبارس؟ ما حصلتش. ما هو ده اللي استوقفني يا فندم. محمد يعني بيل شد شعب مصر قبل كده. ازاي هذا الحقير اللي احنا شايفينه بيشرب ومع بناته وبتاع، احنا برضه يلعب بمشاعرنا كلنا واحد؟ لا 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 لا، هو ما لعبش مشاعر، ده لعب عيال حضرتك، خوفنا على بلدنا. هو مين اللي نزل ومين اللي اتحرك؟ ده يوم ما قالوا انا نزلت انا واهل بيتي التحرير ما لقيتش حد، وصور الفيديو بتاع الكلام ده كله هم أجادوا اللعب على مواقع التواصل الاجتماعي. لا، وفضايحهم على الجزيرة مباشر، والصور اللي بتتكرر، الواد أبو تيشيرت أصفر اللي بيطلع في قنا ويطلع في أسوان، كل الكلام ده. بس هو المشكلة في إيه بقى؟ إن اللي بيصدق الكلام ده، لازم اللي يصدق الكلام ده يبقى عنده وعي. يا ابني اللي بيخليك تصدق الكلام ده قاعد في السبع نجوم والخمس نجوم في تركيا وأنت قاعد هنا، أنت الوحيد اللي مالكش تمن. أنا عايز أسأل سؤال عشان ده ما يتكررش تاني، أنا إيه اللي خلاني أسمع غير إن هو لعب على مشاعر العوز او مشاكل الماديه؟ يعني وده اللي بيخليني اقول ان الاعلام لازم يحس بالمواطن جنب
عرضه للانجازات عشان ما يجيش واحد زي ده يقول لك دي دوله مش حاسه بيك يا استاذ، دي دوله بتبني قصور وانت قاعد بتاكل من الزباله. عشان كده انا بقول لازم نحط يعني الاعلام يوصل رساله ان انا حاسس بالمواطن، انا قارص عليك عشان في انجاز بيحصل، بس انا شايفك. اللي بيحصل ده مش عشان البشوات والملوك يسكنوا في العاصمة الإدارية الجديدة وانت تدفع تمنها وتطحن، لا دي عشان دول هيجيبوا فلوس انت هتستفيد منها انت وعيالك واهلك وحبايبك. لكن اقصى اليمين بيجيب اقصى الشمال. اخواني الاعلاميين بوجه لكم رسالة وانا تلمسكم واصغر واحد فيكم، لا تطبيل ولا تقليل، خليكم في النص عشان ما نفقدش المصداقية ويجي واحد تافه يلعب على وجداننا وعلى مشاعرنا وعلى جروحنا واوجاعنا اللي احنا مستحملينها عشان نبني بلدنا. ودي رساله انا نفسي توصل لكل الناس. ايه بقى، انا عايز الشاب اللي بيضحك عليه ده يسال نفسه سؤال واحد، شاور لي على دوله قام فيها ثوره ونجحت عشان نبقى زيها. والله العظيم نزلت الكلام ده في بوست عشان نبقى زيها. صح، يقول لي على ثوره نجحت صح واحنا نبقى زيها، احنا ما عندناش مشكله. ايه الدوله دي؟ ولازم نفهم حاجه بقى بالبلدي كده، ان لو المشكله في الرئيس كانت العراق الصلح حالها ما تشال صدام، وكانت اليمن الصلح حالها ما تشال علي صالح، وكانت سوريا الصلح حالها، انما مش الحل في شخص الرئيس، ولا حل الجيش هو الحل، لان كان سقوط الجيش العراقي كانت العراق فلحت وكان سوريا فلحت وكان اليمن فلحت. كله بيلعب على انهيار الدوله المصريه عشان يتم المخطط الصهيوني اللي من الفرات للنيل. هم خلصوا الفرات لسه النيل. انت قلت جملة حلوة قوي، مين اللي عملها وفلح؟ ايوه، مفيش حد فلح. ما انت اديني مثل وقول لي امشي ازاي عشان انجح، انما ما يضحكش عليك. ده قاعد في التكييف وبياكل السبع نجوم في كل حاجه وبيضحك عليك هنا ويقول لك احنا وراك وراجع وطالع وانت ما انتش فاهم حاجه. وبعدين حضرتك اللي حصل ده كله عشان نفهمه، ما هو الا ضغط من الجماعه الارهابيه عشان الدوله تقبل التصالح. هم لما يستطيعوا ما عادش لهم حشد ولا عاد لهم اي حاجه، هم بيضحكوا على الشباب اللي ما عندوش وعي، اللي مش فاهم ايه هي بلده واحنا بنعمل ايه. احنا بنعمل حاجات اقسم بالله تعدي انجازات 73. ما هو انت معلش، انت في حاله حرب، انت في حاله حرب، انت بتتحارب من جميع الجهات، انت دوله اربع حدودها عليها حرب، انت ما بتنامش، انت عندك سلاح بيخش لك من ليبيا وعندك سلاح بيخش لك من السودان وعندك الانفاق، انت ما بتنامش، وعايز ياخد منك الغاز في البحر المتوسط، انت ما بتنامش. انا اسال سؤال بس، لما نعمل ثوره يا فندم وينزل الجيش يحمي الثوره، هنجيب مين يحمي ليبيا؟ ده احنا لو ليبيا دي لو غفلنا عنها أنا ساعه زمن أنا يدخل كم سلاح ويدخل كم ارهاب. انا في تعبير يعني معلش بس هو لازم يتقال، يعني لولا جيشك ما كنت سقطت بنطلونك. يعني ايه التعبير؟ لولا جيشك لا 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 لا، لازم يفهم ان ظهره جيش. صح، ان ظهره جيشه. وضحك عليك اللي قال لك يسقط حكم العرب، ده 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 بيضحك. هو انت ليك حمايه قال لجيشك؟ هو انت ليك ظهر قال لجيشك؟ جيشك ده ابوك، جيشك ده انا وانت. ومين منا النهارده من شبابنا ما راحش يقدم في الكليه الحربيه وكان امنيه حياته يبقى ظابط، وبعد ما يسقط في الكشف او ما لم يحالفه الحظ يبقى يسقط حكم العسكر؟ طب ليه؟ اتمنى ان احنا نستوعب الكلام الخطير والمهم اللي قاله دكتور احمد البير الخبير الاستراتيجي. قال كلام مهم جدا، وبكرر ندائي لزملائي الاعلاميين، يا جماعه لا تفقدوا مصداقيتكم، لا يمين خالص ولا شمال خالص، خليكم في النص عشان احنا علينا دور مهم جدا نوعي الناس بالانجازات، مش ان احنا نقعد نفخم فيها ونقول تحيا مصر. لا، تحيا مصر ليه؟ هنستفيد منها ايه؟ فهموا الناس ايه العائد، ايه الثمن اللي بيدفعوه ده. انا بعاني ليه النهارده؟ انا مزنوق ليه في مرتبي؟ ليه؟ عشان بكره في ايه؟ فهموا الناس، ادوهم امل، ما تستهينوش باوجاع الناس وكل اللي يقول لك والله انا عندي مشكله نخون فيه. لا، خده بالراحه وفهمه، لان هو ده، هي دي الحمايه من محمد علي واشباه الرجال اللي زي محمد علي. وتحيا مصر. طيب، بشكرك شكرا جزيلا ضيف العزيز الخبير الاستراتيجي دكتور احمد البيري، نورتني وشرفتني. وعلى وعد ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ما زلنا نتابع مع حضراتكم فقراتنا الحواريه، هنطلع فاصل قصير جدا ونرجع لكم مره تانية. استنوا.